ما تعطى الهم العنقود فوقي. لا لا بديها بديها بجيبه بنط نطة صغيرة بيمشي الحال. لا ماني بهورجي. لا حبيبي أنا بحكي وبفعل. هلا بتشوف هلا هلا بتشوف خي روق روق شوي هلا بتشوف. ليك أصلا حامض منه طيب. حامض حامض مرحبا. مرحبا كيفك؟ تمام. بدي اسالك سؤال الله يخليك عن مثل هذا مو ما يحصل اللي يريده ما يحصله ما يريد راتة ها ما يحصل اللي يريده اللي يريده نعم. يقول هذا حامض ما في ما يريد راتة هو اه يقول عنه شيء سيء يعني اي سيء هذا هو ما 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 يجي ولا يحصله يقول هذا هو حامض هو ما بامكانيته يحصله ما بامكانيته يحصله يقول هذا حامض يعني فصول ويقول يعني مثل الأب والأم تسووا فرشين الولاد يأكلون عنب حامض أسنانهم يعني يطقطقون يعني يصيرون حامض سموا حامض هيدا أصل المثل؟ إيه إيه هذا إيه. هيك يستعمل؟ إيه يعني مثل كل أب والأم لا سامح الله يعملوا شيء غلط الولاد يقعون بيها الولاد تطلع النتيجة بالولاد تطلع النتيجة بالولاد حضرتك من وين؟ من العراق من العراق يا أهلا وسهلا فيك شو معناته؟ الشغلة اللي ما فيك توصلها بتقول منها حلوة أبسط شيء يعني الشيء اللي ما قادر توصل له يعني بتقول منه حلو منه يعني حلو من الآخر ما مش منيح لإلي مش منيح لإلي بكون هو تقصير منك يمكن صح؟ أكيد صح أكيد هيدا معناته أنت ما عم مش عم تعمل جهد كفاية جهد لتوصل لل حلو قوله بعد مرة حلو اللي ما ينوش العنب حامضا عنا يقول ينوش شو ينوش. يعني ينوش؟ يعني يطال ما يطال ولسه يستعمل بين الناس ايه ماشي يستعملونه يستعملونه حضرتك تستعمله في شيء ما قدرت تحصل عليه مؤخرا هو هذا الحاجه ما تقدر تحصلها نعم يقول هذا لا شيء يلا ايه مثل العراقي ويستعملونه كثير في كل ايه كثير يعني مثل امثال اللي يجيبون امثال يجيبون المثل بالنص هذا قليلي بحب اسمعه منك هالشون يعني المثل يعني نقول الأب والأم يسوون شيء غلط الولاد يأكلون عنب حامض أسنانهم يطقطقون أنا برأيي مرحبا مرحبا أنا برأيي هيدا معقول صح؟ معقول آه صح لأن هيدا مش معقول لا معقول معقول؟ معقول هيدا اثنين منيح اللي ما ينوش العنب حامضا عنه يقول عم بتصورني شيء او لا عم بتصور الشارع يعطيك العافية شجرة الله الله شو حلو فعلا فعلا يعني ان الذي لا يستطيع ان يحقق امنيته يقول عن الشيء لا يجدي لا يفيد اي وبمعنى العنب عندما يكون الشجره عندما تكون مرتفعه جدا ولا يستطيع ان ينالها ان ينال العنب منها يقول هذا العنب غير جيد حامض ولذلك هذا المثل أطلق على كل من ليس له قدرة على حصول أو أداء عمل يتمناه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيت اللغة الفصحى اللي عم تخاطبني فيها طبعا حتى يعرفها أي سامع عربي مثل هذا عراقي مثل عراقي وحضرتك من وين؟ أنا عراقي ما شاء الله عاد بس أسكن في أوروبا ساكن في أوروبا وين في أوروبا؟ في لندن لندن إدوارد رود مدينة الضباب هيك بيقولوا طيب شو أصله فصل المثل؟ اللي مش هيقدر يجيب العنب فهيقول مش طايله مثلاً زي لو أنا عجبني البلوزة ومش قادرة أجيبها هقول مش حلوة مش قادر تجيبي؟ مثلاً لو هي غالية عليا هقول مش حلوة ده المثل لو مش قادرة أجيبها هقول مش طايله يعني معنات المثل يقول لك الإنسان اللي يريد يوصل إلى ما يقدر يوصل إلى سقف معين أو حاجة معينة نعم فيقولوا له ما ينوش العنب حامض عنه يقول ليش؟ لأن الإنسان اللي يريد يطلع فوق العمار مثل هذه نعم لازم يطلع لها step by step
فلذلك اذا هو ما وصل الى مبتغاه نعم فيقول له ما يوصل المينوش العنب حامض عنه يقول انا ما اقدر اطلع العماره لان العماره درجها مو زين ليس جيدة يعني يعمل حجة بالموضوع يتحجج نعم. يعني احيانا كويس المثل ده عجبك قوي ها يعني سعرها كويس شكلها غالية مش حلوة ابدا خالص. لا خالص بالمرة وحشة يلا ركزوا معي اللي انت ماسكاها انت خايفة اتفضلي ايوه اللي مينوش العنب حامضا عنه يقول يا ساتر يا رب يا ساتر أجين اسمه فصل عربي شو معناته خلينا نتمشى شوي شو معناته طيب عشان اجاوبك بقول لك مثلا بدك تقول لي مثل ثاني؟ اي عشان جاوبني بعدين اجاوب، ايش رايك؟ لا انا عم بسال يعني ما في انا اقول لك بس قل لي فسر لي اول شيء عشان افسرك لازم تجاوبني طيب اجين يا رب اجين لغايه الصبح اجين اللي ما ينوش العنب حامضا عنه يقول ما لقوش في الورده عيب الاحمر يخدي اجين يعني شو معناته قولي يعني لما تكون حاجه حلوه زياده عن اللزوم وما حد يكون بنفس من حد في حاجه ان هو امور مثلا كده فيطلع في اي عيب فيقول ما لوش في الورد عيب الاحمر خديه يعني يفتش عن عيب فيه بالضبط كده طيب قل المثل اللي عندك الغربه مره وبشر الصابرين الغربه مره وبشر الصابرين اوكي قربة مرة وبشر الصابرين بس أنا اللي سألتك بالأول أوكي عشان أجاوبك لازم تجاوبني طب أنا ما أعرف أنا ما أعرف كده أنتوا أصحاب؟ الأخوات إخوات يعني ممكن تطلعي حاجة مش كويسة في حد منهم ولا حباهم؟ لا حباهم إن شاء الله عطول مع بعض شكرا أجين وأنا كذلك كمان يعني صرنا صلح مع بعض ايه صرنا حبايب طيب رح نروح اسال انا عن مثلك وانت اسال عن مثلك هاي اللي راح يصير ان شاء الله يلا السلام سلام. شكرا امان فرشة أو فراش وأكيد بعد في كلمات تانية لنفس المعنى شو أصلها وفصلها رح نعرف من الناس يلا عفوا ما تأخذ لك مرحب ما تأخذ لك كيف الصحة أهلا وسهلا الله يسلمك شو هالطقس الحلو حبيب القلب بوجودك خليك يا حبيب قلبي عشو من نام نحن على الفرشة إيه؟ اسم الله عليك إلا اسم تاني الفرشة فرشة دوشك وشو كمان دوشك أوف شو أصلا كلمة دوشك أصلا إنه مثل قماش محشي قطن ميش أو صوف محشي قطن أو صوف نعم دوشك إلا اسم تاني فرشة لا مش لا مين ما عفوا نقصك ما تاخذين لا مش ما حبيتها لا ما حبيتها لا غيم او ما بعرف شو لا لا مش انت وسام لا انا ايه بس مش هاي لا بلاها كمان ما لا خلينا نشوف شيء ثاني تعال نشوف هون لشو هيدا
هاي حلوة. هاي مسترة. مسترة وألوانها صيفية وحلوة هيدي. أوكي أوكي. يلا شو بدك ناخد شيء بعد؟ أنا بدي أسألك وين رايحة؟ بدي أسألك شو اشتري معك أنا؟ حبيبتي الفرشة شو هالاسم تاني؟ تفضل عندي شوي بس. إيه؟ دوشك معروفة. دوشك؟ إيه. أو معروفة أغلب الشيء بالمدينة عند المردنية تشطيحة. تشطيحة؟ إيه. يعني نتشطح عليها؟ إيه يعني أو مسند. أو مسند. لكن الفرشة تشطيحة. تشطيحة. دوشك. دوشك أو مسند. أيه. مرحبا. مع مين عم تحكي؟ مع زوجتك. زوجتك؟ اي نعم. ايه الله يسلمك. شو عم تسألك ليه ما رجعت بعد على البيت؟ اي نعم اكيد. شو بدك؟ انا مسافر بس بدي اطمن عني. مسافر ليه؟ وين انت؟ زيارة هون؟ اكيد. اي نعم. انا من فلسطين. يا اهلا وسهلا فيك. فرشة دشكة. شو هيدا؟ دشكة. دشكة؟ ايه. دشكة. حصيرة. حصيرة. طراحة. وطراحة. طراحة. كلهم لنفس كلمة فرشة. ايه بنقلها مادة كمان بالعربي. مادة؟ عند العرب. عند العرب. والله عم دور هيك على طبيت. طبيت. ومعك مصاري؟ ايه اكيد. قبضين المعاش. قبضت المعاش عشان هيك وجهك منور مورد. طيب يلا الله يوفقك تتوفق ان شاء الله. كفي هيك او هيك؟ والله بعدني ما كفي هيك. انا بكفي. في طراحة. طراحة؟ ايوه. ايوه. شلتة. شلتة؟ تعبانة شيء او مرتاحة؟ الحمد لله يا رب. وقت تكوني تعبانه؟ عندي اكزام الحمد لله. كان عندك اكزام؟ وشو كيف عملتي؟ الحمد لله منيح. كنت دارسه بشكل كويس؟ اكسلنت. ما شاء الله. قعديني بقى قعديني. شو بتطلعنا؟ عم فتح دماغي. فكرت عم بتفتش على شيء. فرشي؟ لا ما بعرف. ما بتعرف. الله معك. يعطيك ألف عافية. كيف الصحة؟ أيوة. كيف الحال؟ الله يسلمك. كيف الصحة؟ حبيب القلب. يا هلا حبيبي. ما شاء الله شو عندك أشياء. شو عندك ألوان وشو عندك أشياء حلوة. أنت أحلى. الله يسلمك. بدي أسألك. هيدي شو هاي؟ هيدي شو هاي؟ هيدي شو؟ هيدي عينة. مسطرة عينة من أول. إيه. عينة عن فرش. مراحب مراحب. يعطيك العافية. الله, الله معك. كيفك؟ شو أخبارك؟ شو عم تعمل؟ شو عم بتجي؟ صوف غنم. صوف صوف صوف. فرجيني إيه هون؟ هولي الصوف. شو؟ صوف غنم. صوف يعني الصوف القديم كان يستعملوا فرش. الفرش؟ إيه كان العرايش كلها يستعملوا. هيدا صوف يعني من الغنمة؟ صوف غنم غنم طبيعي. فإذا هيدي عينة عن فرشة. إيه؟ وبرا كان عندك فرش. في فرش. ايه وجربت نايم هيك جربتها بس على الواقف. انت واقف ما ارتحت. ما ارتحت لا والله. الياني. الياني؟ الياني بطانية. الياني. أو بساط أو كثير أشياء اللي الواحد بيفرشها وينام عليها. وخلي البساط أحمدي بيقولوا مظبوط؟ هذا عندنا في السعودية خلي البساط أحمدي. وبتنامي مثلا؟ على شو بتنامي؟ على المرتبة. على المرتبة؟ قصدك الفرشة يعني؟ فرشة. بتقولوا له مرتبة. مرتبة. هي طبيعي، بتنام عليها بتريح لراسك، هي بتوجع لك راسك. هي كهرباء. هي طبيعي هي. هون بتنام بتريح راسك، هون بتشوف كوابيس. هون بتشوف كوابيس، حسب في ناس بتحكي عليها، بس أنا في ناس بتلاقي طرية بتطلع عليها، بس هي لأنه بتقسى شوي. أنا حابب نام وريح بالي، رح أخذها ونام عليها. خذها ونام عليها، بس بدك تاخذها مخبي هيك. خلص المهم النية. النية صافية. شكرا. ممنونك. خلص اليوم ناوي ارتاح انا. ايه يلا سلم دياتك. دياتك. انت النتيجة. طلعت خي. الحمد لله يا رب. الحمد لله. لازم اجيب لك هدية يعني كادو. يا ريت. يا ريت. يا ريت ما حكيت. يا ريت ما حكيت. حسب العرف عندنا في السودان مرتبة بس. بالسودان مرتبة. مرتبة. يعني في منه بيقولوها فرشة. هيدي اللي ورانا شو اسمها؟ هيدي فرشة. نام عنا الليلة على فرشاتنا. نام عنا فرشاتكم؟ نتمنى. ناكل من أكلاتنا. ناكل من أكلاتكم، نام على فرشاتكم. وبنشرب من شرباتكم. من مياتنا. طيب بالبيت الفرش اللي عندك كمان من عندكم؟ غير شكل. هالتصور اللي عندك بالبيت من برا، أكيد من عندك. لا رفقات ابني بيقولوا لي إنه هيدا بدنا زي فرشة حمزة ابني يعني. بقولوا له لا لا ما تاخذوا يعني. بقولوا له بنام ما بيقوم.
بهورجي. مين هو هيدا البهورجي وشو هي الصفات اللي بتمتع فيها؟ يلا نسأل. بهورجي يعني شو معناتها؟ يعني بده يثبت وجوده بالعيط وبالصلاة.